عاصفة شمسية هي الأقوى منذ عام 2003، تضرب الأرض وتحول لون سماء عدد من الدول في النصف الشمالي من الأرض في مشهد نادر. تقارير قالت إن هذه العاصفة ستكون سبباً في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات حول العالم. الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أصدرت تحذيراً من العاصفة التي من المتوقع أن تستمر لأيام، فيما قامت نيوزيلندا بإغلاق عدد من خطوط الكهرباء في أنحاء البلاد لمنع تلف المعدات بسبب العاصفة الشمسية القوية. وطمأن مكتب الأرصاد الجوية البريطانية بأن هذه العاصفة لن تؤثر على البشر. لكن ماذا حدث بالضبط عند وقوع العاصفة الشمسية؟ الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قالت إن الشمس أنتجت توهجات شمسية قوية ما أدى إلى 7 انفجارات للبلازما على الأقل، وتلك التوهجات مرتبطة ببقعة شمسية يفوق قطرها قطر الأرض 16 مرة. وكالة ناسا أكدت أن العاصفة لن تشكل تهديداً خطيراً لرواد الفضاء 7 على متن محطة الفضاء الدولية، غير أن الخطر في زيادة الإشعاع الذي قد يهدد عمل بعض الأقمار الصناعية.